متابعي قناة شوف تيفينا سهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. يا ربي السلامة، هادشي خطير. يا ربي السلامة، الأرقام غادية وكترتفع بشكل مخيف. اليوم العيد، أرقام صاروخية بالنسبة للحالات المؤكدة مقارنة مع أمس، ارتفاع صاروخي. يا ربي السلامة، 3940 حالة مؤكدة جديدة اليوم تزامنا مع عيد الأضحى. ردوا البال، الأرقام كترتفع. على ما يبدو الأرقام كترتفع بشكل صاروخي، وربما العودة للحجر الصحي مما لا شك فيه بعد ارتفاع الصاروخي. 3940 حالة يا ربي السلامة يوم العيد الأضحى. 12 حالة وفاة، 1812 حالة تعافي. الخطير هو الحالات الناشطة اللي ارتفعت ارتفاع صاروخي، 20232 حالة ناشطة. ردوا البال يا ربي السلامة، الأرقام غادية وكترتفع بشكل مخيف. 3940 على مقربة من 4000 حالة تزامنا مع عيد الأضحى. ردوا البال الإخوة، الأرقام غادية وكترتفع بشكل مخيف. راه بلا بقينا هكا ممكن رجعوا للحجر الصحي للأسف، أو الإغلاق الشامل، لأن تذكروا السنة الماضية شنو اللي وقع بعد عيد الأضحى. غير في الأمر أن احنا اليوم هذا الرقم هذا السنة الماضية ما وصلنا لهش. 3940 حالة مؤكدة كترفع العدد الإجمالي إلى 566365 حالة. 12 حالة وفاة كترفع العدد الإجمالي إلى 9498 حالة. ديال التعافي 1812 كترفع العدد الإجمالي إلى 536626. والخطير هو الحالات الناشطة ارتفعت بشكل صاروخي يا ربي السلامة، 20232. فيما الحالات الخطيرة العدد الإجمالي ديالها هو ارتفع بشكل مخيف، 527 حالة. والحالة الخطيرة خلال 24 ساعة 88 حالة خطيرة. في الوقت اللي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي ارتفعت ل 22 حالة، والحالة تحت التنفس الاصطناعي الغير اختراقي ارتفعت بشكل مخيف كذلك 298. ردوا البال، نعطيكم عدد الوفيات على مستوى الجهات. جهات الدار البيضاء 16 جوج الوفيات الدار البيضاء. جهات سوس ماسة جوج الوفيات، حالة وفاة بإنس قال أيت ملول وحالة أكادير وحالة بتارودانت. جهات مراكش أسفي 4 الوفيات بأسفي. جهات الرباط سارة القنيطرة 0 حالة وفاة. جهات طنجة تطوان الحسيمة حالة وفاة واحدة بشفشاون. جهات الشرق حالة وفاة واحدة بتوريرت. جهات العيون السقية الحمراء وجهات بني ملال خنيفرة 0 حالة وفاة. جهات درعا تافينات حالة وفاة واحدة بالراشدية. جهات فاس مكناس حالة وفاة واحدة بفاس. وجهات قلميم ودنون وجهات الدقلة والدهب 0 حالة وفاة. ردوا البال، الأرقام كترتفع بشكل صاروخي الإخوان. 3940 مما لا شك فيه غادي نتفاجئوا بشي قرار آخر بعد قرار منع الحفلات والأعراس للأسف. اليوم عيد الأضحى وانتم شفتوا شنو اللي وقع في الأعداد للأسف، رغم الشغال ديال يعني الضعيف ديال المختبرات. مباشرة من تطوان، تسجيل 3940 حالة إصابة بكورونا بالمغرب يوم عيد الأضحى و12 حالة وفاة. ردوا البال الإخوان، الأرقام كترتفع بشكل مخيف. ردوا البال الإخوان، الأرقام كترتفع بشكل مخيف. وحنا كندقوا ناقوس الخطر وممكن تفاجئوا بشي قرار اليوم أو غدا أقرب وقت ممكن لا قدر الله، تزامنا مع العطلة ديال 48 ساعة عيد الأضحى وأنف العمل بعد غد الجمعة. ممكن نتفاجئوا صبيحة الاثنين نقاش على طاولة الحكومة. ردوا البال الإخوان، ردوا البال، الوضع مقلق باش نكونوا واضحين. خلينا من الهضره الخاويه وبعد التعاليق، كل واحد يقول اللي بغى شغلو هذاك. حنا كنهضروا مع الناس اللي المستوى طالع وكتعرف شنو النوع، شنو هي الوضع المقلق وشنو هي الحاله الخطيره، وتندقوا ناقوس الخطر. اما اللي تيطبل غير هذاك شغله، ما علينا. الحاله خطيره، الوضع مقلق، الارقام كترتفع يا ربي السلامه. من يتحمل المسؤوليه هذا الشيء كيخلع. طبعا هذا الشيء تيخلع يقول هشام. اذا الله يحضر السلامه، بغينا الدعوات ديالكم. الله يخليكم الاخوه، الارقام غاديه وكترتفع. راه ما بقاتش في الهضره الخاويه، راه كنهضروا بناء على معطيات، وهذا بلاغ ديال وزاره الصحه كتشتغل عليه لجنه اليقظه والسلطات المحليه. حنا بالنسبه لنا حنا بالنسبه لنا
كنقراو البلاغ اللي كنتوصلوا به ديال وزاره الصحه. هذا بلاغ تندقوا فيه ناقوس الخطر الان. الله يخليكم، ردوا البال، كورونا تقتل، الله يستر. وصافي يقول سعيد، طبعا راه هادشي مابقاش فيه اللعب، ممكن تفاجئوا بشي قرارات اخرى في الايام القليله المقبله. ردوا البال، ردوا البال. 3940 حالة، رقم ماشي سهل باش نكون واضحين. 3940 3940 حالة مؤكدة، رقم خطير. الحالة النشيطة كانت عندنا 2000 3000، وصلنا 20232. ردوا البال، الله يخليكم. راه الناس اللي كتشتغل في مجموعة القطاعات الآن كتبكي الدم، عارفة شنو هي الخطورة ديال الارتفاع ديال الأرقام، وعارفة شنو القرارات اللي ممكن تخرج في هذه الأيام القليلة المقبلة بعد عيد الأضحى. الله يخليكم، ما تستهنوش بهذا الشيء، راه الوضع مقلق محرج، الأرقام كترتفع بشكل مخيف. الله يحضر السلامة. مينو كيقول الحجر هو الحل، مما لا شك فيه، ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي، ولكن مصلحة الوطن والبلاد والمواطن فوق كل اعتبار. ممكن نتفاجئوا بشي أرقام أخرى في الأيام القليلة المقبلة، وممكن نتفاجئوا بشي قرارات أخرى كما قلت. إذن ردوا البال، الله يخليكم. كورونا تقتل، الأرقام كترتفع بشكل مخيف، الأرقام كترتفع بشكل مخيف، ردوا البال. راه هذا الشيء ما فيهش اللعبة الإخوان، راه كندقوا ناقوس الخطر. ميلود كيقول الحجر هو العودة للحجر الصحي هو الحل، مما لا شك فيه، وهذا الشيء اللي كتناقشوا حتى الحكومة كذلك، أن واش يرجعوا للحجر الصحي من أجل ضبط الأمور، لأن إذا خرج هذا الشيء على السيطرة الله يحفظ. العام اللي فات ما وصلناش لهذا الرقم في هذا التوقيت هذا بالضبط. 3940 حالة رقم كبير، من المنتظر أننا نتجاوزوا 5000 6000 حتى 7000 حالة في اليوم. طبعا كاين تخوفات الافراد الجاليه المغربيه، تيخافوا يجيو المغرب ويشدوا علينا. الحجر الصحي على الابواب، مما لا شك فيه مع هذا الارتفاع الصاروخي ديال الارقام الاخوان. راه 3940 يعني يقول 4000 من هنا 48 ساعه 72 ساعه غادي يمكننا نتجاوزوها ونوصلوا ل 5000 لا قدر الله. راه كندقوا ناقوس الخطر. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم، او صدمت وزاره الصحه مساء اليوم المغاربه يوم عيد الاضحى بارتفاع الصاروخي الكبير. 3940 حالة مؤكدة، 12 حالات وفاة، 1812 حالة تعافي، 20232 حالة ديال 20232 حالة نشطة. ردوا البال الإخوان، ردوا البال، راه كورونا تقتل، الله يخليكم. ردوا البال، راه ممكن تفاجئوا بشي رقم ماشي ولك في الأيام القليلة المقبلة، وغنأدي الثمن غالي، وعادي نأديو ثمن غالي مع السلالة المتحورة ديال الدلتا. رغم التلقيح راه كندقوا ناقوس الخطر. فيما يخص المستفيدات والمستفيدين من التلقيح، الجرعة الأولى 11,555,970 شخص، الجرعة الثانية 9,736,641 شخص. ردوا البال. عبير سامي كيقول أنا جيت عطلة ومرتبيها. ردوا البال، الله يخليكم، ردوا البال. الناس ما كتلتزمش وكتعتبر هذا كلام خاوي، ولا كورونا ما كايناش والهضره الخاويه، وحنا الارقام راه كترتفع بشكل مخيف. ردوا البال، الله يخليكم. كورونا بالفعل تقتل، كورونا تقتل، الوتيره ديال كورونا ارتفعت بشكل مخيف. ردوا البال، الله يخليكم، ردوا البال، راه غادي نأديو الثمن غالي. كاين الناس اللي بالفعل ملتزمه منذ بدايه الجائحه من السنه الماضيه، وكاين الناس اللي ما مسوقاش وكتعتبر ان هذا الشيء مجرد كلام خاوي والكذوب، والايام سوف تكشف لنا على الحقائق الايام المقبله عن شي قرار اخر اللي ممكن تاخذو الحكومه. اخوتي هذا الشيء ما فيهش اللعب، طبعا طبعا هذا الشيء ما فيهش اللعب. راه انتم شفتوا عدد الوفيات كيفاش ارتفع، امس كانت 20 حالة وفاة، اليوم 12 تزامنا مع يوم مع الخدمة ديال العيد، غدا الخميس وبعدها غادي الجمعة، انتم غتشوفوا الأرقام كيفاش غترتفع. راه الأرقام كترتفع بشكل مخيف، والوتيرة ديال الانتشار السريع ديال هذا الوباء ديال الدلتا، هذه السلالة المتحورة، الله يخليكم. ردوا البال، ما بغيناش نتفاجئوا بشي قرارات أخرى، ما بغيناش نتفاجئوا بشي قرارات اخرى. واللي تيقول كذوب، الايام سوف تكشف لنا على الحقائق الايام القليله المقبله.
ردوا البال. الله يسأل الله الصحة والعافية والسلامة، والدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. بغينا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، بغينا ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل، لأن كورونا بالفعل تقتل، الأرقام كترتفع بشكل مخيف، الناس ما كتلتزمش، هذا هو الأهم. تزامنا مع هذا الاقتدار اللي عرفته الأسواق ديال بيع أضحية العيد، ولكن للأسف ملي كتمشي للرحبة ديال العيد، فين ديال العيد ديال الأكباش، كتلقى داك الشيء قليل قليل داير الكمامة، قليل قليل. إذا عندك ألف من الناس ربما واحد 60 هما اللي عاملين كمامة، والباقي كلشي بلا كمامة. طبعا محمد يقول مقارنة مع داك الشيء اللي كنشوفوا في الشارع هادشي قليل مع الكمامة، ولكن تزامنا مع ارتفاع الصاروخي المهول راه ندقوا ناقوس الخطر الإخوة. الله يخليكم، ردوا البال. تزامنا مع عيد الأضحى، ردوا البال، راه ما بغيناش البارا. اليوم 21/7 هي معدودة فقط 1/8، 30 يوم يجي الدخول المدرسي ان شاء الله يتطور به العمر. راه كاين معاناة ديال النساء ورجال التعليم اللي عاشوا الامرين، الامهات والتلاميذ والاباء، كل شيء مع التوقيت ديال التفويج والتفريق ديال التلاميذ، راه الافواج. اذا ردوا البال الله يخليكم. عليك يقول واش غادي يكون الحجر الصحي اذا بقات اخويا الارقام ارتفعت هكا وديباسات 4000 5000، مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، لان الارقام اللي كترتفع بشكل مخيف راه تندق ناقوس الخطر. جوله ودردشه مع الحباب عبر شوارع الحانه البيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان. معكم في هذا البث المباشر، ردوا البال الله يخليكم. كورونا تقتل، الارقام ارتفعت بشكل مخيف، وعندكم الارقام اعلنت وزاره الصحه او صدمت وزاره الصحه المغاربه اليوم بارتفاع المهول الصاروخي 3940 حاله، اللي رفعت العدد الاجمالي الى 566365 منذ بدايه الجائحه، فيما عدد الوفيات للاسف سجلت 12 حاله وفاه، رفعت العدد الاجمالي الى 9498، والحالات ديال التعافي اليوم 1812، رفعت العدد الاجمالي الى 536626، والحالات النشطه ارتفعت بشكل صاروخي الى 20232. لاحظوا الارقام النشطه، الحالات النشطه كيفاش ارتفعت من 2000 3000 الى 20000. الحالات الخطيره او الحرجه، العدد الاجمالي وصلنا ل 527 حاله خطيره خلال 24 ساعه، 88 حاله خطيره. حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي طلعت 22 بعد ما كنا وصلنا 3-4 حالات تحت التنفس الاصطناعي الغير اختراقي 298. هذا ما يؤكد ان كاين الناس كتصارع الموت للاسف. طبعا يونس يقول بريطانيا كتدرس الامكانيه ديال زياده الجرعه الثالثه، لان الاولى والثانيه ربما ما عطاتش الاكل ديالها، وكاين تخوفات من ارتفاع وتيره الحالات المؤكده، من المنتظر انهم يزيدوا الجرعه الثالثه وربما نوصلوا حتى للرابعه احنا هنا في المغرب، لان الارقام كبيره بشكل، لان كانت الامور تراجعت بشكل كبير، والحمد لله كانت الامور يعني علي نغلبوا باش نوصلوا للمناعه الجماعيه، ولكن للاسف دمارات من جديد. ملي وصلت لك 20000 حاله نشطه للاسف، اربكت الحسابات، و 3920 حاله مؤكده اليوم، حتى هي ساهمت بشكل او باخر في ارتفاع هذا المشكل. اذا متابعينا ردوا البال، كل شيء ديال الله يقول حسن مما لا شك فيه، ولكن بغينا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه. احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحانه البيضاء، كاين الناس اللي خصها تجي تزور عائلتها من الارض، من خارج ارض الوطن، ولكن التخوفات ديالهم على اي قرار، على شي قرار ممكن يكون فجائي، اغلاق الحدود ومما لا شك فيه، اذا ارتفعت الامور الحل الانسب والاسرع اللي يمكن له يكون هو اغلاق الحدود. ردوا البال، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، واش عيدكم مبارك سعيد. كان معكم معتكف كالعاده، الله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. شكرا لكم، عيدكم مبارك سعيد، الله يخليكم. بصوت واحد، ردوا البال، الكمامه، مسافه الامان، التباعد، لان النتائج هانتوما كتشوفوها. لغه الارقام هي الحكم الان في هذا الوباء، في هذه الجائحه، لغه الارقام هي الحكم، وما بغيناش نرجعوا نمشي عوده الحجر الصحي من جديد او اغلاق الحدود. شكرا لكم، نهاركم مبروك، نتلاقاو في مباشر اخر، تحيه معتكف لكم، عيدكم مبارك، الى اللقاء.